فيما يخص التلوث اللي كتعاني منه مدينة طنجة، هو كاين تلوث عدة تلوثات كاين في مدينة طنجة، أهمها كاين التلوث البيئي فيما يتعلق مياه الصرف الصحي ومياه ديال المصانع اللي كتصب في الويدان اللي كاين عندنا في مدينة طنجة. وبفعل هذا الفعل هذا كيتجلى موراه روائح كريهة بالنسبة للويدان اللي عندنا في مدينة طنجة، والتأثير ديال هذا الويدان على الساكنة وعلى البيئة هما تأثيرات سلبية لا على المجتمع لا على الصحة ديال الإنسان لا على البيئة ولا على الحيوانات اللي كتعيش في ديك الموقع اللي كيكون فيه ديك الواد. طبيعة الحال مدينة طنجة كتعرف واحد النمو كبير فيما يتعلق بالمجال الصناعي، وطبيعة الحال هادشي هذا لا يبشر بالخير فيما يتعلق بالبيئة، لأنه بعد كنشوفوا بعض المصانع كيصبوا مياه الصرف أو لا بعض المواد السامة في الويدان، وهادشي هذا ما خصوش يكون. خص يكون واحد المراقبة ديال هاد المواد اللي كتتم السكب ديالها في الويدان. وطبيعة الحال هادشي هذا ما كيجيش غير من فراغ، غير من بديت شركات الرسوم، ولكن كيجي عن طريق بعض الجمعيات المختصة في هذا الميدان حماية البيئة والطلبة والباحثين والمختصين في هذا الميدان هذا. وحنا كمجتمع مدني وكحركة الشباب الأخضر دائما وأبدا كنطالبوا بحماية الوديان وحماية الشواطئ ديالنا من هاد السموم اللي كتنجم على هاد المصانع هذه. خصوص ما يتعلق بالروائح الكريهه هذه كتخلص بجوده الحياه بطبيعه الحال، تؤثر سلبا على الصحه العامه للمواطنين، كتعطي صوره خايبه لمدينه طنجه الساكنه ديالها، تسيء البعد الحضاري والبيئي لمدينه طنجه. كاين كذلك مشكل ديال تكاثر الحشرات الزاحفه والطائره اللي كيعانيوا منها بزاف ديال المواطنات والمواطنين. كاين مشاكل اخرى كتعلق بان مجموعه من الشواطئ، حنا كنا كنسمعوا بان امانديس راه عندها دور كبير فان جبت اللواء الازرق عدد من الشواطئ ديال مدينه طنجه. وخصنا نقولوا هنا بامانديس كانت تعرف ان عدد من الشواطئ اخرى كانت غير صالحه للسباحه وما خدتش اللواء الازرق وما تصنفاتش كشواطئ ذات جوده والمياه ديالها يعني ممكن السباحه فيها. علاش؟ لانه ما كيتمش التنزيل ديال التعاقد اللي عملته بطبيعه الحال جامعه طنجه ولا مجموعه التعاون البوغاز ممثله فيها جامعه طنجه ومجموعه من جامعات اخرى. فعموم الجهه ديالنا ولا الجهات ولا المدن اللي فيها هاد الشركه هادي بطبيعه الحال كاين واحد العدد ديال المحطه ديال المعالجه في طنجه، ولكن كنظنوا حنا بانها لا ترقى للمعايير الدوليه. هذا اشكال، هو نورمالمون بان ديك المياه العديمه راه كتعالج في المحطات، ولكن ما يتبين جليا كما قلت لك العدد ديال البحار اللي تصنفت بانها غير صالحه للسباحه هو ان هذه المياه لا يتم معالجتها كما يجب. هنا الدور بطبيعه الحال كينصب على امانديس لان هي اللي مكلفه بتدبير تطهير السائل هنا في مدينه طنجه في مجموعه من المدن الاخرى، وكذلك على الشركات هذه الشركات الصناعيه اللي ما كتعالجش هذه المياه العديمه والنفايات الصلبه والنفايات الكيميائيه ديالها وكتصبها مباشره السائله كذلك كتصبها مباشره في قنوات الصرف الصحي اللي كيصبوا فيها جميع المواطنات والمواطنين. يعني حتى هاد المحطات هادو طبعا الحال هو الضغط يكون اليوم كبير، ولكن هذا لا يفعي فيه المسؤوليه. كذلك كنقولوا بانه حان الاوان بان خصها تكون مراقبه دوريه لهاد الشركات هذه. حنا للاسف في المغرب مازال كنشوف منطق الحمله، باش ما نبغضوش الجهود اللي كتكون بطبيعه الحال كتكون جهود كيتم التنقيه ديال هاد المياه بين الفينه والاخرى، ولكن ما كايناش مراقبه دوريه، ما كايناش تنزيل جزاءات على الشركات اللي ما كتحترمش التعاقدات ديالها وما كتحترمش المسؤوليه البيئيه ديالها وكتصب هاد المواد الكيميائيه السامه في الوديان وفي البحار واللي كتسبب في بعض الاحيان بنفوق مجموعه من الطيور، وهذا كنا واقفين عليه وشفناه بعين المجرد. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.